You're disrespecting my religious boundaries. Why do you want to go mask? Literally. You should be happy at what you're doing. What's your what does this have to do with religion? You're spewing hate. What does this have to do with religion? ده جونسون يودلمان، ودي طالبة مسلمة داخل الحرم الجامعي معدية عادي في أمان الله وسط مظاهرة مؤيدة لإسرائيل. وزي ما شفت، ده الاعتداء على البنت بالألفاظ والحركات السخيفة. الفيديو ده انتشر على مواقع السوشيال ميديا لجونسون يودلمان الأستاذ الجامعي وهو بيعتدي على بنت مسلمة وسط كل الناس في جامعة ولاية أريزونا. ويودلمان كان ليه انترفيو سابق قال فيه إن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات في أنحاء البلاد تم الاستيلاء عليها من قبل مؤيدي الإرهاب، ووصف الاحتجاجات بإنها ترهيب الطلاب اليهود. ومش بس كده، اتضح إن الولد التاني اللي معاه هو سامي بن المجند السابق بالجيش الإسرائيلي اللي كان اعترف قبل كده إن هو شارك في الحرب على غزة. I'm not even an Israeli citizen. I was there on a tourist visa and I was there on the 7th. Having had the training and volunteering for the army there in the past, that gave me the option to do the reserves on the 7th and enlist right away. وفضل هما الاثنين يتعرضوا للبنت ويأذوها بالكلام. وكان رد جامعة أريزونا على الفيديو المنتشر إن الجامعة على علم بالإدعاءات الموجهة ضد جونسون يودلمان وإن هو تحول للتحقيق وفي أجازة لحد النتيجة. وطبعا دي مش أول مرة يحصل فيها اعتداءات للمسلمين في الخارج، ولكن المرة دي نتمنى إن يتاخد أي إجراء مع الأستاذ الجامعي.